اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي فيتو في كل مكان ومتابعه لاهم واخر الاخبار. حقيقه خفض موازنه مستشفيات الحكومه في الموازنه الجديده للدوله والمركز الاعلامي بمجلس الوزراء رصد النهارده تردد انباء في مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ان الحكومه قررت تقليص المخصصات الماليه للمستشفيات الحكوميه في الموازنه العامه الجديده، وطبعا ده عمل تاثير كبير على كفاءه الخدمات العلاجيه اللي بتقدمها المستشفيات الحكوميه. وطبعا يعني خطوره هذا الكلام كان مجلس الوزراء تعامل باهتمام مع الموضوع وتواصل بشكل مباشر مع وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع، والوزارة أكدت أنه الكلام ده عاري تماما من الصحة ولا يمط للواقع بصلة. وزارة الصحة كمان شددت وقالت أن تم زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة بنسبة 12.5%، ووصل إجمالي المخصصات ل 310 مليار جنيه مقارنة ب 275.5 مليار في الموازنة الأخيرة. كمان الوزارة أكدت أن الدولة مستمرة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، وده طبعا بيتم من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وكمان إنشاء مستشفيات جديدة واللي بيتم إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وكمان الأدوية. كمان وزارة الصحة أكدت على توفير كميات إضافية من المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية، وكمان أعلنت تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، وده لمتابعة أدائها وعلشان كمان يتم التأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المواطنين. متابعينا بكده تكون خلصت تغطية من تغطياتنا، ولكن احنا مستمرين مع حضراتكم لمتابعة كل التفاصيل على كل القطاعات. بشكركم على حسن المتابعة، كنت معاكم هدي رمضان.